ليس من المعقول أنه إحنا من 2003 لغاية 2021 كمتوسط مدة لدينا 5% فقط تشكل الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي. سرقة نور زهير والسرقات اللي متهم بها مدير الضرائب لم نتحقق منها حتى الآن، الكلمة متروكة للقضاء، إيش قد تمثل من هاي الخمسة بالمئة؟ وأنا أعتقد أنه تمثل 30 إلى 35% إذا جبيت الضرائب بطريقة الأتمتة الاقتصادية اللي موجودة بكل البلدان العالم. هنالك أتمتة لا يتدخل بها الإنسان، أتمتة اقتصادية. بس أنا هذا سؤالي، أنا نعم. سؤالي قلت 5% من الضرائب مفعلة بالعراق، مفعلة الغير مفعلة تبلغ تقريبا 35%. الغير مفعلة لو كان هنالك نظام ضريبي قادر على جباية الأموال بشكل صحيح وشفاف لوصلنا إلى نسبة الضريبة من الإيرادات العامة تقارب 35%، بمعنى 65% نفطية و 35% هي إيرادات ضريبية. والدليل أنه من يصدق أن ضريبة العقار والعرصات تبلغ هي 5% فقط من مجموع الإيرادات الضريبية. فقط لدينا قضية واحدة ويتم التلاعب بها بشكل كبير، قضية الإيرادات، الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية للشركات اللي تبلغ 40%. لدينا ضريبة رواتب الموظفين أيضا تبلغ تقريبا 6 أو 7%. هذه النسب فقط الواضحة منها هي قضية الرواتب لأنه تعتبر ضريبة مباشرة على الدخل، لكن هنالك ضرائب غير مباشرة تتعلق بالجمارك، هذه يعني ليس لا تطلق بشكل شفاف للبيانات.